بشعارنا نبني الحياة جميلة، هيا انطلق قلها أنا إيجابي، هيا تأمل في صناعة فكرة تجري بنا في نهرها المنساب. مع نسمة للصبح تبدأ قصة زهراء تنبت بهجة وروابي، هيا لنرفعه شعارا مشرقا، هيا انطلق قلها أنا إيجابي. تحية طيبة أعزائي المشاهدين، وتتجدد الإيجابية معكم، وفي هذه المرة من سواحل الخليج العربي، من إحدى المدن المشتهرة وهي مدينة دبي. هذه المدينة التي تعرف وتشهر بمشاريعها واستثماراتها ومشاريعها المتميزة. خلفي الآن مشروع إيجابي رصدناه، وهو يهتم بالمجال الطبي ويقدم خدمة لبعض الفئات في مجتمعنا، وهم فئة عزيزة علينا. دعونا ندخل في هذا المشروع وأيضا نعرف تفاصيله. فإليه حياة جميلة، هيا انطلق قلها أنا إيجابي، هيا تأمل في صناعة فكرة تجري بنا في نهرها المنساب. مع نسمة للصبح تبدأ قصة زهراء. دكتور محمد النعماني، وهو أحد الأطباء الملتحقين في هذا المركز، وأيضا يذهب إلى المرضى كبار السن في بيوتهم. أعزائنا المشاهدين، تلاحظون أن هذا المركز وهذا المشروع الإيجابي يقدم سببا رئيسا لقيامه، وهو تقديم الرعاية لكبار السن في منازلهم. وهذا الأمر يظهر لي بأنه سبب يعني مقدر للقيام به، أن نذهب إلى المرضى بدلا أن يأتوا للمستشفيات الحكومية والمراكز الحكومية. يذهبون الأطباء والأخصائيون وكذلك الممرضون، يذهبون إلى بيوتهم. إنه مشروع يظهر لنا بأن هذا العمل يبلسم على قلوب كبار السن، أيضا يداوي جراحهم وهم في بيوتهم، ونكون معهم كأننا نرجعهم إلى شبابهم إلى صحتهم. وكم كانوا يقولون لا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فنقول بل هو يقول فأخبركم بما فعل الطبيب. أدعكم وأنتم يا أكثر إيجابية. جميلة، هيا انطلق قلها أنا إيجابي، هيا تأمل في صناعة فكرة تجري بنا في نهرها المنساب. مع نسمة للصبح تبدأ قصة. مرحبا 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 مرحبا. شخبارك؟ صحت اليوم يهينك زيارة مع الدكتور بيسلم عليك. السلام عليكم. مرحبا بخير، كيف حالك سيدي؟ كل يوم الله يدعمك. يعطيك العافية. يوم واحد تقول لنا السلام عليكم وعليكم السلام. نعم، كله بيتي هذا مفتوح الباب. ما شاء الله، مفتوح قلبك ومفتوح البال. أبو دكتور محمد، الأخ السيد أحمد الهاشمي، هذا من أحد الذي يعني تأتون لهم الرعاية الأولية هذه لكبار السن. سيد أحمد الهاشمي. سيد أحمد، الله يعطيك العافية. الطبيب جزاه الله خير، لما مريناه في المركز وقال إننا نأتي يعني نعود بعض الإخوة كبار السن عندهم الرعاية الطبيب، مش تقدمون لهم بعض الخدمات اللي ومن أوائل الحالات اللي دخلت ويانا في البرنامج من أكثر من سنة تقريبا. جميل. بنتهم لهم بزيارات دورية عادة تكون كل ثلاثة أشهر، ولو في شيء حاد أو شيء تعرضوا إليه تكون الزيارات على فترات أقل شوي، تكون كل شهر أو أحياناً يعني حسب الفرد لو في شيء يعني استجد عليهم خارج الخطة اللي احنا وضعينها. تتابعون ملفاتي يعني حتى الأهل ممكن تصنعون؟ نعم نعم، في اتصال مباشر بيننا وبين الأبناء. الحمد لله رب العالمين. لا عاد ما شاء الله، الحمد لله هو بخير ما شاء الله. وجهه وجه حسن مشرق، نعم شعر يكسب بعد. إيه عندك من الشعر يا سيد أحمد؟ نعم. شعرك عطنا من الشعر. الشعر حق القهوة. الكواب والشربات. اي وطيب اللي عندك. الكواب والشارع وياكل ويشتري من نسبة جديد.
يعني هو الشارع وياك. نعم. ويسري من نتبش فيه. ما زين يوم الرين قلاج. بعد صبت البنايين. ما شاء الله فناجين. نعم نعم. جميل جميل الحقيقة السيد أحمد الهاشمي تلاحظون نشكر الأخ محمد أيضا في هذا المشروع يبين لنا صفة يعني جميلة وهي تقديم رعاية لكبار السن وهذا مبدأ جميل وإنساني وأيضا إسلامي تلاحظون أن هذا الأمر أدى به إلى تحسن في الحالة أيضا نظارة في الوجه استباق البعض ربما الأحداث ربما غير أحيانا الحسنة في الحالة الصحية وهذا يبين لنا منهج كبير جدا في أخلاقنا وقيمنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وهؤلاء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فالله يعفو عنهم من قبل ونحن ينبغي أن نكون أيضا مبادرين هذه الصفة لمستها في هذا المشروع أو في أصحاب هذا المشروع الإيجابي الحقيقة الذي يؤدي بالإنسان قبل أنهم يأتون كأنك تأتيهم إلى بيوتهم تقارير صحية عالمية ظهرت عام 2009 يقولون في أواسط القرن الحالي سيصل أعداد كبار السن إلى 22% من سكان العالم الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما كم سنة العمر؟ نعم؟ كم سنة العمر يأخذ لها 100 ون؟ وش حقها؟ أنت إن شاء الله أنك تبي تصير 150 لا ليش؟ أخاف إلا أقول لي الإجلس مني ولا والبنت بعد منك ومنك والولاي من نفسك يطول عمرك على عمل صالح يا سيد هل ليت الشباب؟ يعود فأخبره بما فعل بما فعل ماذا يا سيد؟ المشيب ولا إيش؟ الطبيب؟ طبيب لاحظنا أعزائنا المشاهدين أن هذا المشروع مما ساعد في بروزه وربما خروج فائدته إلى العلن هو أنه استهدف شريحة محددة شريحة كبار السن وهذا العمل الصحي انطلق إليهم ومن ثم حصلت هذه النتائج الإيجابية ولذلك وصية دائما يذكرها المخططون بأننا نحاول أن نحدد الهدف وأن نجتهد للوصول إليه ثم ننتقل إلى ما بعده هذا الأمر بإذن الله تعالى يوفر لنا جهدا وكذلك مالا وأيضا وقتا ومزيدا من الإيجابية قلها أنا إيجابي هيا تأمل في صناعة فكرة تجري بنا في نهرها المنساب مع نسمة للصبح تبدأ قصة زهراء تنبت بهجة وروابي هيا لنرفعه شعارا مشرقا رأيتم أعزائي المشاهدين هذه اللقطات وهذه الانتقالات والصور دخلنا في هذا المركز الصحي ثم انتقلنا إلى البيوت رعاية دعونا نقول رعاية استباقية بدلا أن يأتي المريض أحيانا وهو كبير السن نحن نذهب إليه إنها مبادرة أنا أعتبرها مبادرة إيجابية خرجت من هذه الحكومة في مدينة دبي أتمنى أن تتوسع وأن تنتشر في مدن العالم العربي والإسلامي بل ومدن العالم أعزائي المشاهدين قبل أن أترككم أذكر لكم فكرة إيجابية هذه الفكرة أن نجعل هناك جلسة أسرية هذه الجلسة تكون مثلا مرة في الأسبوع أو مرتين ويكون محور اللقاء دائما مع كبار السن عندنا نأخذ خبراتهم نستفيد من تجاربهم أيضا نقطف من كلامهم وأمثالهم وتكون هذه الجلسة فيها صلة رحم وفيها قربة وبذل حب وتعارف قبل أن أختم معكم الحلقة لا أنسى أن أذكركم بالتصويت على هذا المشروع الإيجابي والفكرة الإيجابية أدعوكم وأنتم تمسون وتصبحون على إيجابية بشعارنا نبني الحياة جميلة هيا انطلق كلها أنا إيجابي هيا تأمل في صناعة فكرة تجري بنا في نهرها المنساب ما نسمة للصبح تبدأ قصة زهراء تنبت بهجة وروابي هيا لنرفعه شعارا مشرقا
هيا انطلق كلها أنا إيجابي.